في سؤال حاجه عايزه تطرحيه على الدكتور عبد المنعم؟ سؤالين للدكتور عبد المنعم اتمنى حضرتك تجاوب عليهم بشكل مباشر من غير يعني تفسيرات كتيره قوي فقهيه. السؤال الاولاني، هل يجوز الان ملك اليمين للرجل المسلم ام لا؟ السؤال الثاني، هل يجوز للمراه المسلمه ان تتزوج بكتابي مسيحي كان او يهودي؟ طيب شكرا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. طب اعلق اللي كان قبل كده ولا لا نجاوب على الاسئله ولا حاجه؟ اولا بالنسبه للسؤال، هل يجوز للمراه المسلمه ان تتزوج بكتابي كما يتزوج الرجل المسلم بمسيحيه او يهوديه؟ لا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لسبب بسيط. اولا فضل. لان تناقش عقلا بقى بعيد عن النص القراني خالص، لان الرجل بعيد عن النص القراني ليه؟ مش النص هو الملزم؟ نديله فرصه يجاوب. القراني بيقول لي النص هو الملزم يا رشا. اتفضلي يا فندم. انت عاوزه نص قراني ولا عاوزه نص الايه بيقول ايه حضرتك؟ الايه القرانيه في ايه؟ في المشرك ولا في الكتابي؟ لا 221 في سوره البقره بتقول ايه؟ المشرك ولا الكتابي؟ لا بيقول ولا امة مؤمنة غير خير من مشركة ولو اعجبتكم. تمام. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تمام. يبقى ده في المشرك. في الكتابي يبقى احنا نميز بين المشرك واهل الكتاب. لحظة. انا بس بستفسر. ايوه ايوه نعم. والله انا نعم. بستفسر. نعم. الناحية الثانية يجوز لي ان اتزوج الكتابية. ولا يجوز للكتابي أن يتزوج أختي. لماذا يا فندم؟ لماذا؟ أولا لأنني هو إيه أساس الزوجية؟ أليست المودة والرحمة؟ نعم. والتقارب النفسي؟ صح ولا لا؟ صح صح. طيب أنا بحترم مشاعرها وبحترم نبيها وبأؤمن بنبيها، وديني بيفرض علي أني أنا لما أتزوجها أخدها وأديها مكان عبادتها واقف وانتظرها حتى تخرج. هل معنى كده ان دين حضرتك افضل من باقي الاديان اللي ربنا نزلها؟ أتكلم لا خلينا يا فندم استاذ سحر هدر حضرتك حق التعقيب بس من فضل حضرتك كمل. الناحيه الثانيه انني لا يجوز لصديق المسيحي او اليهودي ان انا اتزوج اختي لسبب بسيط، خوفا على انني اغضب انا وهو لانه مش هيحترم مشاعر اختي في احترام نبيها. بمعنى طب ليه لا يؤمن إيه؟ انا اقول لك بقى لحظه كمل ولا اتكل على الله. لا اتفضل. ما ينفعش. هو حضرتك بتهددني يا دكتوره من كل شويه. كل شويه اصل المقاطعه من لا 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 قضيه خطيره جدا دي. لا يجوز لي ان اتزوج ان ازوجه لها. ليه؟ لسبب بسيط. لان دينه لم يفرض عليه ان يؤمن بنبيه، ولا دينه يفرض عليه انه ياخذ زوجته يوديها المسجد، فإن أخذها يبقى من باب الملاطفة وليس من باب الدين. أنا الدين بيلزمني. مش الدين معاملة؟ ما الدين بيلزمني. أنا بتكلمك على ديني بيقول إيه؟ بيقول تزوجها واحترمها واحترم نبيها. أنا لا أفرض على صديق المسيحي إنه يؤمن بالنبي بتاعي. أنا مؤمن بالنبي بتاعه، لا يؤمن بالنبي بتاعي، ولو ألزمت يبقى هو دخل الإسلام وأنا لا أفرض عليه أن يدخل الإسلام بهذه الطريقة. فهذا ظلم لأخي المسيحي وظلم للأخت الأخرى. يا دكتور ممكن أسأل سؤال هنا بسيط جدا كمواطنة؟ يعني هو حضرتك يعني مش مسألة أنه مؤمن بمحمد، يعني هو مش مسألة أنه يدخل في الإسلام، لكن هو شايف أنه اتولد لأب وأم مسيحية فبقى مسيحي، وأنا اتولدت لأب وأم مسلمة فبقيت مسلمة. هو محترم ديني وأنا محترم دينه، وما عندوش مانع أنه يحترم نبيه وأنا أحترم نبيه، والمسألة هذا شيء صحيح. لكن طيب. أنا بتكلم على الجانب الإقناعي الديني العقدي. الديني العقدي. أنا سألت سؤال ثاني يا أستاذ رشا. أستاذ رشا بس استاذ رشا، الابن نفسه كما بتقول الاخت، الابن نفسه هيدخل لما يجي بقى. ايوه هي دي عشان شوفي فلسفه القضيه. اني انا لابد ان يكون تابع لابيه، قد يحصل اختلاف بالاثنين، ففي هذه الحاله انا نقف، لكن ديني بيلزمني اني انا هذه اقوم بشعائرها واحترم نبيها واؤمن بنبيها. هي ليست بملزمه بأنها تؤمن بنبيي، ولو آمنت بنبيي لخرجت من دينها، وأنا لا أريدها أن تخرج من دينها إلا برغبتها. وبناء عليه الإسلام احترم مشاعر الزوجة واحترم مشاعر أخيها
الصديق العزيز فقال أنت تتزوجها لأنك بتحافظ على مشاعرها الداخلية فتنسجم تكون المودة والرحمة بين الطرفين. طب وإذا كان ده موجود؟ ده إذا كان مجاملة لكن عقيدة.